بعد فترة من خفوت صوت المبادرات الإقليمية، تستعيد الخرطوم زمام المبادرة وإثر حراك دبلوماسي متصل اطلعت به الفترة الماضية، تفتح أخيرا صالات كبار زوارها لضيوفها من وزراء خارجية الجوار ليحلوا بين ظهرانيها ويلتئموا شملهم صباح اليوم الخميس بحثا عن حل دائم للمعضلة الليبية. في بالهم والحسبان أنه حل لن يأتي ولن يتحقق إلا من خلال الخيار السياسي الذي يقرره الليبيون أنفسهم، رغم الزخم الإفريقي والبعد العربي، رغم الاصطفاف الدولي ومقررات باليرمو وباريس وحضور المبعوث الأممي. تحرك السودان كان من المقرر أن يكون في نطاق حدود استضافة اجتماع دول الجوار، لكن الجرعة السياسية التي ضختها الخرطوم للملتقى تؤكد أن مقرراتها ستنبني عليها خطوات أخرى. على كل، فقد جدد الحضور على طاولة الخرطوم التزامهم بدعم ليبيا ومساندتها في إطار انتقال سياسي سلمي يبتغي التوصل إلى المصالحة الوطنية المنشودة، كما شددوا على أهمية الحفاظ على
الخرطوم وفرص التسوية الليبية. نرحب بكل المشاهدين الذين انضموا لمشاهدة هذه الحلقة من دائرة الحدث عبر الشاشة وأيضا عبر منصتي فيسبوك ويوتيوب، عبر خدمة البث الحي، وأيضا عبر تطبيق سودانية 24 الذي تجدونه على جوجل بلاي وأبل ستور. نوضح نرحب أيضا بضيوفنا الكرام الذين سينضموا إلينا تباعا في هذه الحلقة. سيكون معنا عبر الهاتف الأستاذ صديق محمد عبد الله، مدير إدارة دول الجوار بوزارة الخارجية من الخرطوم. كما سيكون معنا أيضا من الخرطوم الأستاذ طلحة جبريل، الصحفي والكاتب السوداني المرموق. أيضا سيكون معنا من الخرطوم سعادة الفريق حنفي عبد الله، الخبير الأمني والاستراتيجي. أبدأ مباشرة مع الأستاذ صديق عبد الله من الخرطوم. أستاذ صديق، مرحبا بك في دائرة الحدث. ليبيا، أفريقيا الوسطى، جنوب السودان، ماذا تريد الخرطوم اليوم؟ وعليكم السلام ورحمة الله. واضح أن ثمة ترابط بين هذا الحراك الذي والنشاط الذي اتجهته الدبلوماسية السودانية مؤخرا في عدة مناطق ساخنة، وبواعي ذلك تجدها في الأواصر التي تربطنا بهذه الدول التي ذكرت كلها، جنوب السودان، أفريقيا الوسطى وليبيا، ولكن أيضا لدينا أسباب تتعلق بأمننا القومي والوطني تدفعنا لتأمين أو ضمان الاستقرار في دول الجوار حتى ينعكس ذلك إيجابا علينا. وواضح أن كل ما كان جيرانك مستقرون كل ما كان ينعكس ذلك إيجابا على شؤوننا الداخلية. نعم، ابقى معي أستاذ صديق. أنتقل إلى الأستاذ طلحة جبريل من الخرطوم. أستاذ طلحة، مرحبا بك في برنامج دائرة الحدث. كل ما كان جيرانك مطمئنون وآمنون، كل ما كنت أنت مطمئنا وآمنا، تعقيدات المشهد في ليبيا وواقع صراعات ما بعد العقيد ألقت بظلال سالبة على دول الجوار الليبي، هل وضعتنا في الصورة بشكل أكثر وأعمق؟ هو في الواقع الآن الوضع في ليبيا كثير التعقيد، لأنه لا يخفى بأن هناك الآن عمليا انقسام، هناك بنغازي وهناك طرابلس، وإضافة إلى ذلك هناك بعض القوى المحلية في الجنوب الليبي وفي بعض المناطق الأخرى، ميليشيات مسلحة، هناك عدم استقرار، انهارت بشكل كامل تقريبا المؤسسات بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي، وهناك تدخلات خارجية من عدد من الدول سواء كانت أوروبية أو عربية. ليبيا الآن فعلا في وضع صعب وصعب جدا، يعني يمكن أن نطلق عليها دون الجنوح إلى المبالغة بأنها فيلير ستيت، يعني دولة فاشلة. عدة محاولات جرت في الصخيرات، في باريس، في باليرمو، من طرف الفرنسيين، من طرف الإيطاليين، من طرف المغاربة، من طرف دول الجوار أيضا، ولكن لم تثمر بعد. وإن كان الآن هناك حديث عن انتخابات ستجري في الربيع المقبل، شخصيا أشك بأنه يمكن أن تؤدي إلى استقرار نظرا للوضع الانفلات الأمني الذي الموجود حاليا في ليبيا. نعم، ابقى معي أستاذ طلحة. أنتقل إلى سعادة الفريق حنفي عبد الله، الخبير الأمني والاستراتيجي، ينضم إلينا الآن من الخرطوم. سعادة الفريق، مرحبا بك في برنامج دائرة الحدث. هل تمتلك الخرطوم أدوات تأثير تساعدها على زيادة مساحة الحركة ديناميكيا على الأرض، مما يضغط على الأطراف المتنازعة في ليبيا إلى الجنوح إلى طاولة التفاوض؟ شكرا جزيلا. بالطبع الخرطوم تملك هذه الأدوات، وهذه الأدوات في يعني إنهاء الصراع يعني في دول الإقليم أو دول الجوار استمده السودان من خبراته الطويلة في تعامله مع حركات التحرر منذ خمسينيات القرن الماضي. وبين يدينا ما تم في يعني جمع الفرقاء في دولة جنوب السودان،
والمحاولات الأولى في المسألة المتعلقة بأفريقيا الوسطى. أعتقد السودان يعني يكون لديه أدلة أو وسائل دامغة في الحل بسبب جوهري واحد، وهو أنه يعمل في كل هذه الأطر بدون أجندة خاصة وبدون أجندة داخلية خاصة. ولذلك يعني السودان يعني حريص على هذه المسألة، ويمكن المجتمع الدولي يعني فطن لهذه المسألة بعد تغييب السودان من العديد من اجتماعات الدول الجوار الليبي. شارك السودان في اجتماع باليرمو في إيطاليا وتمت تلك الدعوة، وينطلق هذا الاجتماع في ظل يعني تجربة السودان الكبيرة في هذه المسألة ونجاحه مثلا في عمليات التفاوض الداخلي والتفاوض الخارجي الذي تم مع فرقاء دولة جنوب السودان. أعتقد السودان يعني لديه الإمكانات والقدرة على نجاح هذه المبادرات والانطلاق نحو الحل الأمثل والانطلاق لعمليات تسوية بين الفرقاء في الجوار الليبي أو الجار الليبية. نعم، قمعنا سعادة الفريق. أعود مرة أخرى إلى سعادة السفير صديق من الخرطوم. سعادة السفير، فرنسا، إيطاليا، كثير من المبادرات، المغرب وكثير من المبادرات التي عقدت لرأب الصدع بين الأطراف الليبية، لا نقول أنها فشلت ولكنها كانت ذات فرص قليلة وكانت معقدة من حيث التفاوض. اليوم إيطاليا شكرت السودان عبر وزارة خارجيتها على تلك الجهود، هذا أمر جيد، ولكن ألا تعتقد أن الخرطوم تغامر الآن بملف استعصى على الجميع؟ الخرطوم لا تدعي أنها تملك عصا سحرية بإمكانها أن تحيل الوضع الراهن في ليبيا إلى وضع مستقر وآمن بين ليلة وضحاها. هذا جهد يأتي استتباعا لجهود مماثلة ذكرت بعضها، ويأتي استجابة لما لمسناه من دول أخرى حريصة على مصلحة ليبيا، ومن الليبيين أنفسهم أوعزوا وأشاروا إلى أن السودان يمكنه أن يلعب دور، وربما كان للنجاحات التي تحققت في الفترة الأخيرة في ملفات أخرى أيضا ربما رأوا فيها ما يجعلهم يلجؤون إلى السودان. لكن قناعتنا تبقى أن الحل في ليبيا في المقام الأول بيد الليبيين أنفسهم، وكل هذه الجهود الخارجية تأتي لتسهم وتدفع وتساعد الليبيين للوصول للحل المبتغى، ولكنها لا يمكن أن تحل محل الجهد الليبي الداخلي. ودعني أقول نقطة أخرى، وهي أن المبادرات التي تأتي من الجهات البعيدة جغرافيا عن ليبيا مقدرة، ولكن أهل الجوار هم الأكثر يعني فهما للقضية والأكثر قربا لصلاتهم بليبيا ثقافيا ودينيا وجغرافيا، ويقع عليهم عبء أن يتحركوا قبل أن يتحرك البعيد الغريب النائي. يعني بصورة أخرى السودان يملك الخلطة السحرية للحل، تلك التي لم يملكها. أنا قلت أن السودان لا يملك عصا سحرية ولم أقول أنه يملك أي نوع من الخلطة. هذا جهد بعد جهود أخرى. إذن سعادة السفير، ما هو القصد من أن دول الجوار لديها فرص أكبر لأن يعني يحل المشكلة الليبي؟ الدول الجوار تفهم القضية أكثر من الدول البعيدة، ودول الجوار مقبوليتها أعلى، ودول الجوار عليها واجب أن تتحرك لنصرة أخوانها في ليبيا، ودول الجوار لديها مصلحة حقيقية أكثر من الذين يبعدون عن ليبيا، لأن ما يحدث في ليبيا يمس دول الجوار بالضرورة ويؤثر
على ما يدور في داخل هذه الدول المجاورة. نعم وضحت هذه الفكرة. ابقى معي سعادة السفير، أنتقل الآن إلى الأستاذ طلحة جبريل مرة أخرى. أستاذ طلحة، هنالك من يرى أن الحضور الدولي لهذه المبادرة قد يمنح دفعة أو دفعة إلى الأمام للمبادرة لمبادرة الخرطوم، وأيضا هنالك من يرى أن الانتخابات هي الحل، مع أي رأي أنت؟ إذا افترضنا ما في شك بأن صناديق الاقتراع في أي مكان في العالم هي تؤدي حتما إلى دولة مؤسسات، وهي الدولة التي ترنو إليها كل الدول التي لا يوجد فيها استقرار. ولكن لا أتصور بأن بإمكانية إجراء انتخابات في بلد ليس له جيش موحد، ليس له أجهزة موحدة، السلاح بعد سقوط نظام معمر القذافي تدفق في جميع أنحاء ليبيا بل حتى خارج ليبيا. ولذلك يجب أن نكون واقعيين الآن، لا توجد، لا أتصور بأن توجد إمكانية لإجراء انتخابات من خلال أشهر، لأننا بين وبين الربيع سواء كان مارس أو أبريل بضعة أشهر. هناك رغبة من الأوروبيين على وجه التحديد، ولذلك جاءت لقاء إيطاليا، أن يكون هناك استقرار في ليبيا. يعتقدون بأن هذا الاستقرار يبدأ من بناء مؤسسات في ليبيا، مؤسسات موحدة، ولكن هذه تمنيات في الواقع، لأنه إلى الآن نحن نشاهد ونلاحظ ونتابع بأن ليبيا منقسمة إلى حكومتين، إلى برلمانين، هناك مشاكل في الجنوب، هناك عدم استقرار، بل أكثر من ذلك آخر يعني موقف لروسيا كان موقفا غريبا جدا، عندما قالت موسكو بأنها لا تمانع من أن يخوض سيف الإسلام معمر القذافي للانتخابات المقبلة، ونحن نعرف بأنه قد أطلق سراحه، ولكن لا أحد يعرف أين يوجد. عدد من رموز النظام معمر القذافي الآن يلتفون حول المشير خليفة حفتر في بنغازي. الوضع في غاية التعقيد، يعني لا أتصور بأن مبادرات، هذه مبادرات للتهدئة، هذه مبادرات فقط من أجل ربما يعني التقاط صور وما إلى ذلك، مادة إعلامية، ولكن على أرض الواقع الأمر مختلف، ومختلف جدا وصعب ومعقد، لا أظن بأنه الحل في الأفق قريبا. نعم. أنتقل الآن إلى سعادة الفريق حنفي عبد الله، الخبير الأمني والاستراتيجي، أعود إليه مرة أخرى. سعادة الفريق مرة أخرى أعود إليك، هل تتفق مع ما قاله الأستاذ طلحة جبريل أن هذه المبادرات هي مبادرات فقط للتهدئة والتقاط الصور، وأن الوضع في ليبيا أكثر تعقيدا مما يعتقد الكثيرون؟ نعم، أعتقد حديث الأستاذ طلحة يعني فيه كثير جدا من المصداقية والواقعية، بحسبان أن الوضع الأمني الهش الموجود حتى في العاصمة والمدن الرئيسية وليس في الجنوب الليبي فقط، أن هناك انتشار ضخم جدا للسلاح، هناك حركات مسلحة، هناك حركات إرهابية عديدة في كثير من المناطق الليبية، الحكومة ليست مسيطرة على كافة الأوضاع فيها، وأي كيف تجرى انتخابات وبأي قاعدة تجرى انتخابات. أعتقد أن الفرصة مواتية الآن لاستعادة الحديث عن اتفاق السخيرات، هذا الاتفاق وضع لبنات أساسية في الحل الليبي، ولكن هناك يعني نوع من التحفظات من الجانبين أو من عدة جوانب في هذه المسألة، ومتعلقة طبعا بجانب اللواء المتقاعد خليفة حفتر في إمكانية أنه هذا الاتفاق لا يوفر يعني مستقبل سياسي له في المسائل المتعلقة بالقائد العام وما إلى ذلك. أعتقد أن الفرصة مواتية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين ودمج المؤسسات الأمنية وإزالة الترسبات الميليشيات المنتشرة وعصابات الهجرة غير الشرعية والانفلات الأمني الكبير جدا ليس في الجنوب الليبي فقط ولكن في عدة مناطق متفرقة. هذا الاجتماع أعتقد يمكن أن يضع لبنة أساسية في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة
لا لا انا اعتقد ليس هناك طرفين فقط في بنغازي ولا في طرابلس، هناك اطراف ثالثه وهم معروف من الميليشيات السابقه والعناصر المواليه لنظام القذافي السابق. اعتقد ان الاجتماع من المهم جدا ان يبحث تمهيد لتقريب وجهات النظر في الجانبين في التحضير للمرحلة القادمة، تكون هناك فترة يعني تستعد فيها كل الأطراف في ترتيبات لعقد الانتخابات، ولكن قبل الانتخابات ترتيبات على الأرض من ناحية تأمين المواقع، من ناحية قسمة السلطة كيف تكون وكيف يكون هناك يعني دمج مؤقت أو تدريجي للمؤسسات العسكرية والأمنية. نعم، ابقى معنا. أعود مرة أخرى لسعادة السفير صديق. سعادة السفير، يعني معظم دول الجوار تتحرك، هذه مقولة، تتحرك يعني من منظور مصالحها السياسية الاقتصادية والأمنية، أو هذا يفترض ما يفترض أن يحدث، وتحاول أيضا التحكم في مسارات الأزمة الليبية تحديدا لصالحها. هل مثل هذه الفرضية تؤخر من فرص التسوية؟ كما تفضلت، ليس عيبا في العلاقات الدولية بصورة عامة أن تتحرك الدول استنادا وبناء على مصالحها، هذا أمر معمول به ولا غبار عليه. المشكلة تحدث عندما تتقاطع مصالح دولة ما مع مصالح دولة أخرى، هنا تتدخل الدبلوماسية لتجسير الهوة أو تقريب الفجوة بين الموقفين. ولعل هذه النقطة تدفعني للحديث عن نحن يهمنا بصورة عامة الوضع في ليبيا وعودة الاستقرار والمصالحة والتسوية السياسية في أقرب الآجال، لكن لدينا شواغل آنية ولا تتحمل الانتظار، وتحديدا أشير إلى الوضع في الجنوب الليبي. الوضع في الجنوب الليبي على درجة عالية من الخطورة، وتكاد الأمور تخرج عن السيطرة هناك، ولذلك انعكاسات حقيقية على دول الجوار، جوار الجنوب الليبي اللي هي السودان وشاد والنيجر. فهذه بالنسبة لنا مسألة مهمة للغاية، ولذلك ركزنا وسعينا أن يوليها هذا الاجتماع الخرطوم أولوية خاصة، وفعلا انعكست في البيان الختامي أو الذي صدر، ولمسنا تفهما كبيرا من الليبيين أنفسهم ومن دول الجوار ومن المنظمات الدولية والإقليمية لهذه الشواغل التي عبرنا عنها بشأن الوضع الخطير في جنوب ليبيا. نعم، ابقى معي سعادة السفير. أنتقل مرة أخرى وأعود إلى الأستاذ طلحة جبريل من الخرطوم. أستاذ طلحة، السودان من أكثر الدول التي تأثرت بالأوضاع السيئة في ليبيا في الفترة الماضية، الحادثة الأخيرة أيضا، الشباب المختطفين، هذا الفيديو الذي تكون قد تابعته، يعني لم تتوقف إلى الآن تأثيرات ما يحدث في ليبيا على الأوضاع في السودان. إذن الخرطوم يجب أن تقول كلمة في هذا الملف تحديدا. نعم، بالتأكيد من الناحية الجيو استراتيجية عندما تكون لديك دولة جوار فيها مشاكل لابد أن ينعكس ذلك سلبا عليك، لكن يجب أن نكون واقعيين. ما هي الورقة التي يملكها السودان حتى يستطيع أن يدفع الوضع أو الأوضاع في ليبيا نحو الحل أو نحو التسوية النهائية أو نحو إجراء انتخابات؟ أنا لا أعتقد بأن السودان يملك أوراقا في ليبيا. السياسة لا يمكن أن تدار أو تمارس بالتمنيات، في النهاية السياسة هي توافق وهو واقع وهي معطيات على الأرض. الآن نحن نعرف بأن الميليشيات كما تفضل سعادة الفريق موجودة حتى داخل طرابلس وتفعل ما تريد حقيقة. هذا التعقيد لا أظن بأن دولة جوار سواء كانت السودان أو غير السودان، الجزائر أو تونس أو مصر، قادرة على أن تضع تصور لحلول أو لحل
يتفق عليه الليبيين، أو على الأقل تحفيز الليبيين من أجل تسوية سياسية سلمية. الأمر بعيد وبعيد المنال. نحن لا ننسى شيء، يجب أن نعود إلى الماضي قليلا أو إلى الوراء قليلا. حلف الناتو هو الذي ساعد في سقوط نظام معمر القذافي. هذا الحلف لم يستطع، صحيح أزال نظام القذافي، ولكنه فشل فشلا ذريعا في أن يخلق أي استقرار في ليبيا. فرنسا وإيطاليا التحرك، أنا أعتقد بأن هذه مجرد البحث عن مصالح، لأن ليبيا دولة نفطية، لأن هناك مشاكل في موضوع النفط في العالم ككل وليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، فالدافع اقتصادي بالنسبة للأوروبيين. أعود إلى السودان وأقول بأنه لا يملك أي أوراق يمكن له أن يستثمرها من أجل تحفيز الليبيين على الوئام أو على الوفاق قبل الانتخابات المتوقعة والتي يقال بأنها ستجري في الربيع المقبل، وأنا أشك في أن تجري أصلاً انتخابات في بلد مقسمة ومنهارة وليس فيها لا نخب ولا مؤسسات ولا ملامح الدولة، انتهت تقريباً بالكامل. نعم، قام معنا الأستاذ طلحة جبريل. أعود مرة أخرى إلى سعادة الفريق حنفي عبدالله الخبير الأمني. سعادة الفريق مرة أخرى بالعودة إليك، يعني يقول المراقبون إن داعش بعد أن هجم وهزم في شمال وشرق ووسط ليبيا تحول إلى جنوب ليبيا، وبعد أن حوصر وهزم في العراق وسوريا وما إلى ذلك، كل الأشياء تشير إلى أن دول الجوار يجب أن تقف موقف واضح إزاء ما يحدث في ليبيا. ما هي فرص نجاح مؤتمر أو اجتماع المصالحة الليبية في الخرطوم من وجهة نظر استراتيجية؟ بالطبع يعني تنظيم داعش وجد حاضنة جيدة جدا في البيئة الليبية نتيجة للتفلتات وعدم سيطرة الحكومة من كافة أطرافها على الأراضي، وكذلك لانتشار السلاح ووجود يعني ضحايا يمكن أن تستفيد منهم داعش. لذلك يعني هذه التفلتات وهذه الأحداث المتوالية يمكننا أن أقول بأنه هذا الاجتماع سيؤدي إلى يعني مقترحات وإلى آليات، ومن ضمن هذه الآليات أعتقد الآلية المهمة جدا آلية الوضع الأمني أو الترتيب الأمني أو تهيئة الظروف الأمنية، لأن هذا هو الأساس. لذلك يعني أعتقد بأنه ستكون هناك مقترحات يعني تقوم بها دول الجوار، خاصة الدول الجوار الجنوبي تشاد والسودان والنيجر ومصر من الجانب الشرقي، ويمكن الجزائر وتونس من الجهة الثانية يمكن تأثيراتها غير يعني مؤثرة، لأنه منطلقات هذه الميليشيات هي بالأساس في استغلال الهجمات من العناصر المأجورة أو المرتزقة كما يمكن تسميتها. لذلك هذه الترتيبات تنطلق من دول الجوار، إمكانية قيام أطواف أو يعني قوات مشتركة على الحدود لتعرية كل هذه الأماكن، والمسائل الأخرى المتعلقة أيضا بالمسائل السياسية الآن، لأنه هذه المناطق كلها يعني مناطق غير مستقرة وهي يعني مرتع خصب جدا للعصابات الهجرة غير الشرعية، وكذلك وهذا طبعا هم كبير جدا للاتحاد الأوروبي. لذلك أعتقد ستكون هناك آليات لعمليات في تنشيط في هذه المناطق للحد النشاط المتزايد في هذه الأماكن، وعمليات جلب العديد من المرتزقة في مثل هذه الظروف. نعم. وخاصة استغلال طالبي اللجوء غير الشرعي. نعم. إذن أوراق الضغط في رأي البعض التي تمتلكها الخرطوم هي إحلال عملية السلام في عدد من دول الجوار، الخرطوم تزيد من ملفها الدبلوماسي ومن تحسين صورتها الذهنية في الدول. أعود مرة أخرى لسعادة السفير الصديق. سعادة السفير، الخرطوم قادت مصالحة ناجحة الآن على الأرض في جنوب السودان، بدأت مصالحة مع أفريقيا الوسطى، والآن الخرطوم في ليبيا في الأزمة
الأكثر والأطول والأعمق في التاريخ المعاصر تحديدا في قارة أفريقيا. إذن لماذا الخرطوم في لائحة الدول الراعية للإرهاب وهي التي ترعى عمليات السلام في الإقليم؟ دعني أذكر بأن لائحة الدول الداعمة للإرهاب هي لائحة تصدر عن دولة واحدة، ولهذه الدولة أسبابها التي قد تدفع لهذا الإجراء، والسودان منخرط مع هذه الدولة في حوار يؤمل أن يؤدي قريبا إلى إزالة اسم السودان من هذه اللائحة، ولكن هذا مسار آخر لا علاقة له مباشرة بما نحن بصدده. الشاهد أن السودان بعيدا عن هذه اللائحة التي ذكرت له دور فاعل إقليميا ومحترف به وله ثقل، وأنا قد لا أتفق تماما مع من يقولون بأن السودان لا يملك أي أوراق. مسألة أوراق الضغط هذه متغير لا نبالغ في تقدير قيمته، ولكن لا نلغيه تماما لأن الضغط والنفوذ يمكن أن يمارس عبر وسائل عدة وآليات كثيرة، ويمكن أن يجي عبر آلية تجمع أكثر من طرف. ربما لا يتحرك السودان وهو فعلا لا يتحرك لوحده في هذا الملف، يتحرك عبر عدة آليات، عبر دول الجوار الجنوب الليبي، ولدينا آليات فاعلة في هذا على هذا الصعيد، وفي دائرة أكبر يتحرك في دائرة دول الجوار ليبيا عموما. وكل هذا الجهد نحن لا ندعي بأن لدينا مبادرة لحل المشكلة الليبي، نحن نسهم بما نستطيع في دفع جهود التسوية السلمية في ليبيا، وبما في ذلك جهود الأمم المتحدة نفسها التي يقودها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، ويسندها مجلس الأمن بثقله. فجهدنا هذا هو يعني في إطار جهد جماعي، ولدينا ما نقدمه هنا، وأعتقد أن مجرد عقد الاجتماع في الخرطوم هو احتراف بأن السودان لديه ما يقدمه، احتراف من الليبيين ومن دول الجوار الأخرى ومن الأمم المتحدة التي ابتعثت أعلى ممثل لها في هذا الملف ليشارك في اجتماع الخرطوم. نعم، جميل جدا. أعود مرة أخرى إلى الأستاذ طلحة جبريل. أستاذ طلحة، ماذا بعد اجتماعات الخرطوم لرأب الصدع الليبي؟ ماذا تتوقع؟ أنا يعني أكرر ما قلت بأن لا أتوقع حلا قريبا في ليبيا، لا أتوقع تسوية قريبة في ليبيا نظرا لتعقيد الأوضاع في هذا البلد. الأمل الوحيد والذي يتم الحديث فيه على حد علمي خاصة في أروقة الأمم المتحدة، وأنت أشرت أو هناك إشارة كان لدور الأمم المتحدة، هو إيفاد قبعات زرق إلى يعني قوات أممية إلى ليبيا من أجل منع تجزئة البلاد، من أجل توحيد الجيش وما إلى ذلك من أجهزة أمنية. هذا الحل يصطدم للأسف بمشكلة معقدة وهي المشكلة المالية، لأن الآن الأمم المتحدة تعاني كثير من المشاكل المالية بسبب الموقف الأمريكي، أي إدارة دونالد ترامب تجاه الأمم المتحدة وتجاه المنظمات الدولية، وهو موقف سلبي وأدى إلى كثير من التعقيدات في هذا الصدد. أما أن تثمر هذه المبادرات الإقليمية أو المبادرات سواء كانت من دول الجوار أو من الدول الأوروبية، أنا شخصيا يعني أرجو أن لا أبدو متشائما، ولكنني أقرأ الواقع قراءة أقرب إلى المنطق، أن ليبيا بعيدة جدا عن إجراء انتخابات، وبالتالي تنبثق عنها مؤسسات تقود إلى استقرار البلد. هناك مسألة أيضا في غاية الأهمية. الذين يتحدثون عن انتخابات في ليبيا ينسوا بأن آخر انتخابات جرت في هذا البلد كانت قبل نصف قرن، والليبيين لا يعرفوا صناديق الاقتراع طيلة 50 سنة تقريبا. كيف تتصور بأن
شعب لا يعرف صناديق الاقتراع قرابة 5 عقود يذهب من هنا إلى إبريل ليقوم بعملية انتخابات. بلد لا يوجد فيه أحزاب سياسية، لا توجد فيه تقاليد للممارسة الديمقراطية، لا يعرف ما هو البرلمان، لا يعرف ما هو دور الرقابة على الحكومة وما إلى ذلك من تفاصيل. لنكن واقعيين، الديمقراطية لا يمكن أن تعرف إلا أن تمارس، ولكن لا يمكن أن تمارس ديمقراطية عن طريق الأمنيات أو الاتفاقات، سواء كانت في باريس أو في إيطاليا أو في أي دولة أخرى. جميل جدا. أنتقل إلى سعادة الفريق حنفي. سعادة الفريق حنفي، الديمقراطية لا يمكن أن تعرف إلا أن تمارس، هذا ما قاله الأستاذ طلحة جبريل. يعني تعقيدات المشهد في ليبيا، ليبيا لا يوجد فيها برلمان، ليبيا لم تمارس الحياة السياسية فعليا، ليبيا تبدو أبعد ما يكون إلى تسوية سلمية، ما لم تستصحب هذه المعطيات الواقعية على الأرض. نعم، أعتقد بأنه ليبيا يمكن شهدت، يعني كما تفضل الأستاذ طلحة، شهدت فترة طويلة من الحكم الشمولي الصلب، يعني لذلك يعني عملية تهيئة الشعب الليبي للانتخابات ليس فقط من ناحية العامل النفسي وتهيئة المواطن، ولكن في الأطر التي يمكن أو الأرضية التي يمكن أن تنطلق من هذه الانتخابات، من الذي سينتخب وما هي المؤسسات التي ستؤول إليها، يعني الصناديق أو الأصوات التي يتم التصويت لها. أعتقد أن الترتيبات على الأرض من ناحية أمنية هو الواقع المهم جدا، وأعتقد بأن مجرد يعني عقد هذا الاجتماع في الخرطوم هو يعني أثر إيجابي للخرطوم واعتراف دولي بدور السودان الإقليمي. يعني تتوقع نتائج إيجابية من هذا الاجتماع؟ أكيد، إذا كانت هذه المسألة وضعت يعني تصورات من أرض الواقع، من ناحية يعني ليس يعني وضع أحلام أو يعني حلول يعني فضفاضة، من المهم جدا أن تكون هناك يعني أشياء من الواقع العملي، من الواقع الميداني، من خلال مثلا انطلاق مبادرات لوقف إطلاق النار، من خلال عمليات جمع السلاح، ويمكن نقل تجربة السودان في عملية جمع السلاح، وخاصة بدء هذه المسألة من المدن. والمسألة الأخرى المتعلقة ب يعني إجراء حوار مباشر بين الأطراف في جمع المؤسسات العسكرية، وهذا هو يؤدي إلى تمهيد وخلق أرضية للاتفاق السياسي والانطلاق ونحو تنفيذ اتفاق الصخيرات الذي سيكون هو أساس للحل السلمي الذي سيستغرق بالتأكيد وقت ليس بالقصير. نعم، شكرا جزيلا لك سعادة الفريق حنفي عبد الله الخبير الأمني والاستراتيجي الذي كان معنا من الخرطوم. كما نشكر أيضا الأستاذ طلحة جبريل الصحفي والكاتب السوداني المرموق كان معنا من الخرطوم أيضا، والشكر أيضا لضيفنا الذي كان معنا من الخرطوم ولكن عبر الهاتف، سعادة السفير صديق محمد عبد الله مدير إدارة دول الجوار بوزارة الخارجية السودانية. قبل الختام مشاهدينا، دعونا نذهب إلى وسائل التواصل الاجتماعي ونرى نتائج التصويت على استفتاء اليوم. نبدأ بفيسبوك. هل نجحت الخرطوم بتحركاتها الأخيرة وجهود التسوية الإقليمية التي تقودها في الحصول على اعتراف دولي بمحورية وأهمية السودان في المنطقة؟ 21% يقولون نعم نجحت الخرطوم، مقابل 79% لا يعتقدون بأن الخرطوم قد نجحت بتحركاتها الأخيرة في جهود التسوية الإقليمية. ننتقل مباشرة إلى تويتر ونقرأ الاستفتاء من تويتر. هل نجحت الخرطوم بتحركاتها الأخيرة وجهود التسوية الإقليمية التي تقودها في الحصول على اعتراف دولي بمحورية وأهمية السودان في المنطقة؟ 21% لا يعتقدون هذا، مقابل 79% لا يعتقدون بأن الخرطوم نجحت بتحركاتها الأخيرة إلى آخر الاستفتاء. إذن النسبة الأكبر لا يعتقدون ولا يتفقون مع مضمون الاستفتاء. إذن مشاهدين الكرام، على كل نشكر كل الذين شاركوا في التصويت على استفتاء اليوم عبر منصتي فيسبوك وتويتر، والذين شاهدونا عبر الشاشة وأيضا عبر خدمة البث الحي على فيسبوك وعلى يوتيوب وعلى تطبيق سودانية 24 الذي تجدونه دائما على جوجل بلاي وأبل ستور. دائما يمكنكم مشاهدة هذه الحلقات على قناتنا على اليوتيوب سودانية 24 تيفي، كما يمكنكم التواصل معنا وابدأوا آرائكم وتعليقاتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، فيسبوك، إنستغرام، تيليجرام، يوتيوب. هذه تحياتي وفريق العمل، ودمتم في أعين الله.